التوصل لن يوافقت نهائية على إنتاج أول دواء يبطئ تطور مرض الزهايمر، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 26 يوليو 2023 بشكل نهائي على دواء يبطئ تطور مرض الزهايمر. ومنحت إدارة الغذاء والدواء الموافقة التنظيمية الكاملة لدواء ليكيمبي المصنع من قبل شركتي عيسي اليابانية وبيومن الأمريكية للأدوية. وكانت الأدوية الأخرى حتى الآن تستهدف أعراض المرض التدريجي فقط، إلا أن دواء ليكيمبي يركز على بروتين في الدماغ وهو بيتا أميلويد، الذي يعتقد أنه أحد الأسباب الرئيسية لمرض الزهايمر. وتمت الموافقة على ليكيمبي للأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو مرض الزهايمر في مراحله المبكرة، ويتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد كل أسبوعين، ويوصي الخبراء المرضى بإجراء فحوصات دورية للدماغ لمراقبة أي آثار جانبية. جدير بالذكر أن كلفة العلاج بدواء ليكيمبي ستتكلف 20,000 جنيه استرليني سنويا، أي ما يعادل 25,000 دولار صنوبا تقريبا. ويعاني حوالي 6.7 مليون من البالغين من العمر 65 عاما فأكثر من مرض الزهايمر في الولايات المتحدة، بينما يتأثر حوالي 900,000 شخص بالمرض في بريطانيا فقط. الأعراض 40 لمرض باركنسون: 1- الرعشة مجهولة السبب. 2- التصلب. 3- بطء الحركة. 4- مشاكل التوازن. 5- صعوبة في المشي أو جر الساقين. 6- دوار. 7- تجمد الحركة. 8- التوتر العضلي. 9- تقلصات العضلات. 10- الألم. 11- مشاكل النوم أو الأرق. 12- التعب. 13- الانحناء. 14- انخفاض ضغط الدم. 15- تمنمل الساقين. 16- مشاكل في الأمعاء بما في ذلك الإمساك. 17- الإلحاح البولي. 18- سلس البول. 19- مشاكل الجلد مثل التعرق. 20- تلين أو انخفاض مستوى الصوت. 21- مشاكل في النطق أو التواصل. 22- مشاكل جنسية. 23- مشاكل في العين مثل عدم وضوح الرؤية. 24- مشاكل القدم مثل التصلب والوذمة. 25- جفاف الفم. 26- صعوبة في البلع. 27- سيلان اللعاب. 28- الخرف. 29- نقص التركيز. 30- الاكتئاب بما في ذلك تغيرات المزاج. 31- القلق. 32- اللامبالاة. 33- النسيان. 34- الارتباك. 35- الهلوسة. 36- فقدان حاسة الشم. 37- فقدان حاسة التذوق. 38- أن يصغر حجم خط اليد. 39- وجه لا تظهر عليه التعابير. 40- الكوابيس. برجاء الضغط على الاشتراك باللون الأحمر والجرس حتى يتسنى لي الاستمرار في العمل. نقطة.
مع الشكر الخالص لسيادتكم.